الحمد لله الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على كل جارحة بما اجترحت، المطلع على ضمائر القلوب إن هجست، الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض تحركت أو سكنت، المحاسب لعباده على الصغير والكبير والنقير والقطمير من أعمالهم وإن خفيت، وأصلي وأسلم وأبارك يا ربي على عروس مجلسك وإمام حضرتك نور الورى صاحب مقام قاب قوسين أو أدنى، من صلى عليه سيغنم ومن لم يصلي عليه سيندم، هو الذي أطفئت عنا بشفاعته حر جهنم، هو الذي قدمه في الصخرة علم، هو ألف الألفة وباء البهاء وتاء التحلي وثاء الثبات وجيم الجمال وحاء الحلم وخاء الخير ودال الدلال وذال ذكر الله الواحد المتعال. أيها الإخوة الموحدون، ولقد شاء القدر أن نأتي إلى هذا المكان الطيب المبارك، قرية نشوة مركز زقازيق بمحافظة الشرقية، فنحن في ضيافة عائلات آل الغرباوي الكرام، كراما وإعزازا وترحما على روح الوالدة الراحلة التي كانت نعمة الزوجة الصالحة لرجل صالح الراحل الحاج عبد الغني العرباوي الغرباوي، التي عاشت الحياة بحلوها ومرها، صابرة على البلاء راضية بالقضاء، فأدعو الله تبارك وتعالى أن يحشرها في زمرة الشهداء لكي تنول خير الجزاء، عسى أن يجمعنا الله معها على الحوض مع الحبيب سيدنا محمد سيد الرسل والأنبياء. ولقد ورد في الأثر إنه من عاد خمسا فقد عدم خمس، من عاد عالما عدم دينه، ومن عاد حاكما عدم ماله، ومن عاد جاره عدم قضاء حوائجه، ومن عاد زوجته عدم لذة طعامه، ومن عاد والديه عدم دخول الجنة. ولقد جئنا لهذا المكان مع حضراتكم عملا بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يعزي أخاه المسلم في مصيبته إلا كساه الله بحلل الكرامة يوم القيامة. ولقد تشرفت بالحضور لهذا المكان مع السادة القراء تلبية لدعوة طيبة من مكتب أبو الحسن إدارة الحاج سمير أبو الحسن الغرباوي والمقيم بميت أبو علي للحفلات الدينية. هيا بنا إخوة الإيمان، هيا بنا ونحن في ليلة الأعلام ومن ساحة عائلات آل الغرباوي بنشوة الكرام، لنعيش مع التلاوة والإجابة والإحكام، ومن معجزة القرآن التي أنزلت على المصطفى سيد الأنام يتلوها علينا
علم القراء وقارئ الاعلام قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي والذي نستمتع به دائما من خلال اذاعه القران الكريم في صلوات الفجر والامسيات الدينيه العلم القراني وقطب من اقطاب الجماعه الطاروطيه والمقيم بطاروط مركز الزقازيق فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي بعين المولى تبارك وتعالى له بالتوفيق انه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين لقد كان في
يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويعد. يا عم الحاج، نعم انا عايز اشوف الدور بتاعك. تسمع
والله المستعان على ما تصفون. وجاء فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وجاء فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا.
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي أكرمي مثواه أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا صدق الله العظيم.
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله التي هو في بيتها
إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ويقد همت به وهم لولا رأى برهان ربي ولقد همت به وهم لا أرآ برهان ربي كذلك ولقد همت به وهم بها لولا برهان ربه كذلك كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب
وألف يا سيدها لذا الباب قالت ما جزاء وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين قال هي راودتني عن نفسي قال هي راودتني وشهد شاهد من أهلك إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت
وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك إنك كنت من صدق الله العظيم. قال رب العزة تبارك وتعالى لنبيه يوسف: يا يوسف ماذا وجدت في الجب وماذا وجدت في السجن؟ قال يوسف عليه السلام: يا ربي وجدت في الجب راحة لم أجدها في السجن. قال رب العزة تبارك وتعالى: لأن الجب كان من اختياري، أما السجن فكان من اختيارك أنت يا يوسف. يا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال ومبجلا، هنيئا مريئا والديك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولي البر والإحسان والصبر والتقى، حولاهم بها جاء القرآن مفصلا. جزى الله بالخيرات عنا قارئنا لنا تلا القرآن عزبا وسلسلا. من آيات سورة يوسف تلا علينا العلم القرآني قال الإذاعة والتلفزيون العربي، وعلم من أعلام إذاعة القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي والمقيم بطاروط مركز الزقازيق. نقلنا لحضراتكم عبر أسير إذاعتنا العاملة ومكبرات الصوت المتميزة والاستوديو الإذاعي لصاحبه مهندس محمد عبد الوهاب المقيم ببيشة قايد بالزقازيق. من أراد من حضراتكم
أن يشاهد فقرات هذا العزاء مرة ثانية، فذلك من خلال قناة عميد مصوري الحفلات الدينية بجمهورية مصر العربية، قناة مهندس ناصر صلاح والمقيم بالزقازيق، باسم آل الغرباوي كبيرهم وصغرهم، هؤلاء الرجال الأخيار أصحاب الواجب والأدب في كل مكان. أشكر حضراتكم كل أحد باسمه، فأنتم جميعا رجال أفاضل أماجد، لكم جزيل الشكر والعرفان. شاكرا لمن قام بتوجيه دعوة للسادة القراء لإحياء هذه الليلة القرآنية، مكتب حفلات الدينية لصاحبها حاج سمير أبو الحسن الغرباوي والمقيم بميت أبو علي.